مساء الخير. درجات حرارة مرتفعة بين الثلاثة والخميس بانتظارنا، خاصة بالمناطق الداخلية، طبعا عم بتكون فوق معدلاتها الموسمية. إذا جونا لبكرة مشمس، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق المنية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكار عم تسجل 35 درجة، طرابلس 34، العاصمة بيروت 33 درجة، وصور 34. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 38، اللقلق 28، زحل 38، وجزين 32 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل ل 90%، عم بتكون مرتفعة، الرياح السطحية بتتراوح سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة والأربعة الأجواء الحارة بتعودنا مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتسجل أقصاها ساحلا 34 درجة. للخميس بتبدأ الكتل الحارة بالانحسار بعد الظهر للمساء، ودرجات الحرارة ساحلا بتسجل 31 درجة. للجمعة جونا قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة لمعدلتها الموسمية، وبتسجل 30 درجة أقصاها ساحلا. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، انتبهوا مشاهدينا من درجات الحرارة المرتفعة. لاقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.